الرئيس السيسي يشارك في اجتماع مع الرئيس بوتين بسان بطرسبرغ في مبادرة الوساطة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. الجيش السوداني يعلن مقتل 20 من عناصر الدعم السريع خلال محاولة هجوم على سلاح المدرعات. قصف روسي بالمدفعية الثقيلة على عدة أقاليم أوكرانية، وواشنطن تقول إن لديها شكوك حول سعي موسكو للتزود بأسلحة من كوريا الشمالية. نشرة أخبار الساعة، أهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع ناظره الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب قادة دول إفريقية مشاركين بمبادرة وساطة إفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. وقد تابع القادة خلال الاجتماع مستجدات المبادرة الإفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مع تأكيد أن إفريقيا لها مصلحة أساسية في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لأثاره السلبية الهائلة على عدد من القطاعات الحيوية مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام القمة الإفريقية الروسية الثانية على التزام مصر باستمرار انخراطها بشكل جاد ومخلص في جهود تعميق شراكة استراتيجية إفريقية روسية. وإنني أؤكد في هذا الصدد التزام مصر باستمرار انخراطها بشكل جاد ومخلص في جهود تعميق شراكتنا الاستراتيجية، إيمانا بالفرص ومساحات التعاون الواسعة القائمة في إطارها، وذلك من خلال تسخير الأدوات والإمكانات المصرية على المستوى الوطني عبر تفعيل التعاون القائم بين الشركات المصرية ونظيرتها الروسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية أن تبقى الدول الإفريقية بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات الدولية القائمة. إن الدول الإفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي، تنشر السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولا، وتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز الأزمات الدولية الراهنة. ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول القارة الإفريقية فيما يتعلق بتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة، وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة. وأؤكد في هذا الشأن أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز هذه الأزمة، مع البحث عن آليات التمويل المبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في إفريقيا. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تتطلع لدعم روسيا للمطالب الإفريقية بوجود صوت لها مؤثر وفعال بالمحافل الدولية. وإنني أعرب هنا عن تطلع مصر أن تحظى المطالب الإفريقية في إطار مجموعة الـ20، وكذا مساعي إصلاح المؤسسات التمويلية الدولية بدعم الشريك والصديق الروسي. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القمة الروسية الإفريقية أثبتت عزم الجانبين على إقامة شراكة مبنية على المصالح المشتركة. جاء ذلك في كلمة للرئيس بوتين في ختام القمة الروسية الإفريقية بسان بطرسبرغ. أن القمة أثبتت مرة أخرى العزم المشترك لروسيا وإفريقيا على المزيد من تعزيز والبحث عن أشكال جديدة للشراكة ذات منفعة مشتركة. وبهذا الصدد من اللافت أننا تبنينا حزمة لا بأس بها من الوثائق المشتركة. أشير إلى إعلان سان بطرسبرغ الذي ينص على المسارات الاستراتيجية للتعاون بين روسيا وإفريقيا بالمدى البعيد. تم التأكيد على الالتزام لجميع دولتنا
بلورة النظام العالمي متعدد الأقطاب الذي يعتمد على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. تم التأكيد. وفي كلمة رئيس الاتحاد الإفريقي الختامية للقمة الروسية الإفريقية، أكد غزالي عثماني رئيس جزر القمر على التزام روسيا بمساعدة الكوادر البشرية الإفريقية عبر مجالات التدريب وتعزيز القدرات. كما دعا عثماني روسيا إلى زيادة مشروعاتها الاستثمارية في القارة باعتبار ما تملكه من إمكانات كبيرة لهذه المشروعات. إلا أن رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثماني أكد في ذات الوقت أن استثمار روسيا في إفريقيا لا يعني عدم انفتاح القارة على الأطراف الأخرى. توجهت رئيسة وزراء صربيا أنا برنابيتش إلى مقر إقامة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالعاصمة بلغراد لتوديعه في ختام زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني إلى صربيا استغرقت يومين. وقد شهدت الزيارة نشاطا مكثفا للمستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث التقى برئيس الجمعية الوطنية الصربية ورئيسة الوزراء ووزير الخارجية، كما شارك في تدشين شارع مصر بالعاصمة بلغراد. أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة الثانوية العامة تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة. وأكد شادي زلطان المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيعلن رسميا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها. وتهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة. أفادت مصادر بالجيش اليوم بمقتل 20 شخصا من قوات الدعم السريع خلال محاولة هجوم على سلاح المدرعات. من جهة أخرى، دعت السفارة الأمريكية في السودان الجيش وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وقالت السفارة الأمريكية في بيان إن حصيلة الصراع والمعاناة الإنسانية مروعة، مطالبة طرفي الصراع بضمان احترام قواتهما لحقوق الإنسان وتجنب الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. أكدت وزارة الخارجية السودانية جاهزية وفد القوات المسلحة السودانية للعودة إلى منبر جدة متى تمكن الوسيطان السعودي والأمريكي من تذليل العقبات والمعوقات التي حالت دون مواصلة المباحثات، وذلك رغبة في التوصل لاتفاق عادل يوقف العدائيات ويمهد الطريق لمناقشة قضايا ما بعد الحرب. وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن تعنت قوات الدعم السريع وعدم انصياعها لتنفيذ التزاماتها الموقعة عليها هو السبب وراء تعطل مباحثات جدة، مما حدا بوفد القوات المسلحة السودانية بالعودة إلى أرض الوطن. مع اشتداد المعارك وسقوط آلاف الضحايا،
تجاهد قوى إقليمية ودولية للبحث عن حلول لإنهاء الصراع الدائر في السودان وفقا لصيغة مقبولة من طرفي الصراع. الخارجية السودانية أعلنت أن وفد التفاوض التابع للجيش السوداني جاهز للعودة إلى منبر جدة متى تمكن الوسيطان السعودي الأمريكي من تذليل العقبات التي حالت دون مواصلة المباحثات. الجيش السوداني أكد رغبته في التوصل لاتفاق فاعل وعادل يوقف الأعمال العدائية ويمهد لمناقشة قضايا ما بعد الحرب، إلا أنه شدد على ضرورة فك الحصار عن قياداته في القيادة العامة من قبل قوات الدعم السريع. الاتحاد الأوروبي من جانبه أعلن أنه مستعد لاستخدام جميع الوسائل المتاحة للمساهمة في إنهاء الصراع الدائر في السودان، إلا أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل انتقد ما أسماه بالوحشية وعدم الاكتراث من جانب طرفي الصراع في السودان خاصة تجاه المدنيين. الاتحاد الأوروبي حذر من أن المحكمة الجنائية الدولية ستحقق في جرائم الحرب خاصة الانتهاكات الجسيمة التي تحدث في دارفور والتي خلفت مئات القتلى، محذرة من تكرار سيناريو العقود الماضية. وعلى الرغم من إبداء الطرفين المتحاربين انفتاحا على جهود الوساطة التي تيسرها السعودية والولايات المتحدة في جدة هذا الشهر، إلا أن المفاوضات لم تؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام. أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف مقتل 100 من عناصر ميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة، بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية بين محافظتي شبيل الوسطى وجلجلود. وقال نائب وزير الإعلام الصومالي أن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير 14 من المركبات العسكرية التابعة للميليشيات وقاعدة كان يجتمع فيها عناصرها التي تكبدت خسائر فادحة. أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبرو بيتروفسك بجنوب أوكرانيا أن الجيش الروسي قصف منطقتي مرهانيتس ونيكوبول التابعتين للإقليم الليلة الماضية بالمدفعية الثقيلة، مشيرا إلى أن الهجمات الروسية الأخيرة أسفرت عن إصابة 9 أشخاص بينهم طفلان، بالإضافة إلى المزيد من الأضرار التي لحقت بالمباني الإدارية والمباني السكنية الواقعة في محيط الهجوم. رغم الجهود الدولية التي تقوم بها العديد من الدول من خلال المؤتمرات والوساطات العابرة للقارات لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن الصراع ميدانيا لا يزال يراوح مكانه، حيث أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبيتروفسك بجنوب أوكرانيا أن الجيش الروسي قصف منطقتي مارهانيتس ونيكوبول التابعتين للإقليم الليلة الماضية بالمدفعية الثقيلة. وبحسب المسؤول الأوكراني أسفرت الهجمات الروسية الأخيرة عن إصابة 9 أشخاص بينهم طفلان، بالإضافة إلى وقوع المزيد من الأضرار التي لحقت بالمباني الإدارية والسكنية الواقعة في محيط الهجوم، كما لحقت أضرار ب3 مباني إدارية و7 سيارات، وبدورها استكملت فرق الإسعاف عمليات البحث والإنقاذ حتى الساعات الأولى من فجر اليوم. أما في خيرسون فقد قصفت القوات الروسية المنطقة ب126 قذيفة مستخدمة المدفعية وطائرات المسيرة وقذائف هاون ودبابات، وهو ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص. وفي سياق متصل شدد مستشار الرئاسة الأوكرانية أن بلاده تحتاج ما بين 10 إلى 12 نظام باتريوت المضاد للطائرات من أجل حماية أراضيها من الهجمات الروسية الجوية. ومن جانبها أعلنت روسيا أنها أسقطت صاروخين أوكرانيين فوق المنطقة الجنوبية الغربية من أراضيها، حيث أصابت شظايا الصاروخ الأول 16 شخصا بجراح عند سقوطها في مدينة قريبة من الحدود مع أوكرانيا. مشاهد الدمار والاقتتال تلقي بظلالها على ساحات المعارك مع استمرار المساعي لوضع حد لهذا الصراع الدامي الذي إن استمر مداه سيأتي على الأخضر واليابس ويدفع ثمنه الأبرياء.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة تشتبه بأن زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إلى كوريا الشمالية هدفها ضمان إمدادات أسلحة تحتاج إليها بلاده في حربها في أوكرانيا. وبعد زيارة نادرة قام بها شويغو إلى بيونج يانج بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على الهدنة التي وضعت حدا للحرب الكورية، قال بلينكين أن روسيا تقوم بجولة على حلفائها للتزود بالأسلحة، حيث اصطحب زعيم الكوري وزير الدفاع الروسي في جولة لاستعراض أحدث الأسلحة الكورية الشمالية وأكثرها تطورا من بينها صواريخ باليستية عابرة للقارات ومسيرات عسكرية لم تشاهد من قبل. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار تشمل التعليم والتدريب العسكري، وذلك وفقا لقانون أقره الكونغرس يسمح بسحب ما يصل إلى مليار دولار من مخزونات الولايات المتحدة لتسليح الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي. استعراض جديد للقوة، نفذت الصين عمليات مشتركة لقواتها قبيل تدريبات عسكرية سنوية تجريها تايوان في نهاية الشهر وتنفذ خلالها محاكاة لكسر حصار. بيان البيت الأبيض ذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فوض سلطاته لوزير الخارجية بتوجيه مساعدات لتايوان تشمل التعليم والتدريب العسكري، إلا أن مصادر أمنية أخرى كشفت أن المساعدات تتضمن أيضا معدات دفاعية وأنظمة مراقبة واستطلاع وذخيرة وقطع غيار ومعدات أخرى. كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أشار في منتصف مايو الماضي إلى أن واشنطن ستعتزم تقديم مساعدات لتايوان قد تصل لمليار دولار من فائض المخزونات الأمريكية بموجب سلطة السحب الرئاسي، وهي آلية تتيح للحكومة تقديم المساعدة العسكرية الطارئة لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها في وقت الأزمات ولكبح أي رغبة توسعية لدى الصين في السنوات المقبلة. كان الكونغرس الأمريكي قد سمح بمساعدات لتسليح الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي بهدف استمرار تعزيز التعاون الوثيق في الحفاظ على الوضع الراهن في مضيق تايوان، الأمر الذي شدد عليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارته الحالية لأستراليا. ويأتي إعلان البيت الأبيض في خضم انطلاق الحوار مجددا بين الولايات المتحدة والصين بعد سلسلة زيارات لبكين أجراها كبار المسؤولين الأمريكيين لتهدئة التوتر المتصاعد بين الجانبين، خاصة بعد تمسك كلا الطرفين بمواقفهما المتعلقة بتايوان، غير أنهما أعلنا استمرار التواصل فيما بينهم للحيلولة دون تحول التوتر لمواجهة مسلحة. ورغم تكرار مطالبة بكين للولايات المتحدة التي تعد أهم مورد للأسلحة إلى تايوان بوقف المساعدات المسلحة للجزيرة باعتبارها تخضع لسلطات الصين إداريا، الأمر الذي ترفضه تايوان بشدة مؤكدة أنها ليس لها الحق في السيادة عليها. أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس تعليق التدريبات العسكرية واسعة النطاق بمشاركة الولايات المتحدة و11 دولة إثر تحطم مروحية تابعة للجيش الأسترالي في البحر وفقدان طاقمها المكون من 4 عسكريين. بالتزامن أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده تعتزم مساعدة أستراليا في إنتاج أنظمة صاروخية موجهة متعددة الإطلاق بحلول عام 2025. جاء ذلك خلال الحوار الوزاري الأسترالي الأمريكي السنوي الذي يحضره وزير خارجية ودفاع البلدين. وضعت الصين الجزء الشمالي من البلاد في حالة تأهب بما في ذلك بكين ومنطقتها مع توقع هطول أمطار غزيرة في أعقاب مرور الإعصار دوكسوري والذي يضرب الطرف الآخر من البلاد. كانت مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين قد علقت اليوم العمل بشكل مؤقت في وسائل النقل العامة بما فيها الحافلات وقطارات مترو الأنفاق لمواجهة العواصف الممطرة الناجمة عن إعصار دوكسوري. لا تزال أجواء الطقس السيء تلقي بظلالها الثقيلة على العالم، حيث بدأت الأمطار الغزيرة تهطل على شمال الصين مع تقدم الإعصار دوكسوري نحو العاصمة بكين. الإعصار دوكسوري تسبب في سقوط خطوط الكهرباء واقتلاع الأشجار، مما أثر على آلاف الأشخاص، فضلا عن خسائر اقتصادية تجاوزت 7.3 مليون دولار.
الأرصاد الجوية الصينية أعلنت أن منطقة واسعة تشمل العاصمة تواجه احتمال التعرض لكوارث العواصف الممطرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وهذه المخاطر تتراوح من متوسطة إلى عالية. الحكومة الصينية من جانبها طالبت المواطنين باليقظة وتجنب المناطق شديدة الخطورة والتي يمكن أن يصل هطول الأمطار فيها إلى 600 ملم. سلطات بكين علقت الأحداث الرياضية الداخلية والخارجية ورفعت مستوى استجابتها للسيطرة على الفيضانات، كما تم إغلاق المدارس والمؤسسات بالإضافة إلى إجلاء العاملين من حقول النفط والغاز البحرية في محاولة دعم أعمال الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات والأعاصير. خصصت الصين 40 مليون دولار أمريكية من الصناديق المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية. الإعصار داكسري أحد أقوى العواصف التي تضرب البلاد منذ سنوات، منذ الإعصار ميرانتي الذي اجتاح بكين عام 2016. موجة حارة غير مسبوقة أضرت بمحاصيل مزروعة فريدة من نوعها في مدينة تبرق الساحلية شمال غرب تونس، والمزرعة التي أنشئت عام 2018 وهي منطقة مخصصة لإنتاج الزهور الصالحة للأكل احتوائها على مجموعة من الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان. موجة حارة غير مسبوقة ضربت شمال غرب تونس أضرت بمزرعة سنية أبيضي لزراعة الزهور الصالحة للأكل. الحر الشديد تسبب في خسارة سنية لأكثر من نصف إنتاجها من الزهور هذا الموسم. كانت سنية أبيضي قد تركت الضوضاء المرتبطة بعالم الصحافة التي امتهنتها لسنوات لمتابعة شغفها العميق بالورود والزهور والطبيعة، فأطلقت مشروعها الخاص لزراعة الزهور لأغراض غذائية وطبية عام 2018. ريتها هذه كل كانت كلها ورد، كلها ألوان، بسم الله ما شاء الله، ألوان مختلفة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. شوف كيفاش، ولو درجة الحرارة معناها أكثر من المعدل اللي من المفروض يكون في شهر جويلية، هذاك علاش هي ترى فيها صفارت، ما عادش فما ألوان، ماتت الكل. وخلال أبحاثها في مجال الزراعة وجدت سنية 42 نوعا من الزهور قابلة للاستهلاك الغذائي لأنها غنية بمجموعة من الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، على غرار زهرة لسان الثور التي يشبه طعمها طعم الخيار. فالحقيقة في عملية البحث متاعي لقيت أنه فما زهور معدة للاستهلاك الغذائي خصيصا نأكلها، والزهور هذه غنية بمجموعة من الفيتامينات اللي يحتاجها جسم الإنسان. على هذاك جاتني فكرة أني نعمل هالزهور هذه، خاصة وأنه نحن للأسف الشديد في تونس ما عندناش هالاختصاص هذا. وتستخدم الزهور الصالحة للأكل في تحضير وصفات أطباق مختلفة في مطاعم وفنادق كبرى، وكذلك في تحضير العديد من أنواع العصائر والحلويات. وختاما نذكر بالعناوين: الرئيس السيسي يشارك في اجتماع مع الرئيس بوتين بسان بطرسبرغ في مبادرة الوساطة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. الجيش السوداني يعلن مقتل 20 من عناصر الدعم السريع خلال محاولة هجوم على سلاح المدرعات. قصف روسي بالمدفعية الثقيلة على عدة أقاليم أوكرانية، وواشنطن تقول إن لديها شكوك حول سعي موسكو للتزود بأسلحة من كوريا الشمالية. انتهت النشرة، إلى اللقاء.